في هيدتك يمه. قولي لي ايش قال لك الدكتور؟ يمه الدكتور يقول ضغطها وايد مرتفع ووايد تعبانه. مسكينه مو متحمله اللي صار. عفيه يمه خل نروح نعيش عند جدتي، ترى ما راح تقدر تعيش بروحها. ما نبي نخسرها مثل ما خسرنا ابوي. عفيه اذا تحبينا صدق يمه ولنا خاطر عندك خل نروح عندها. ان شاء الله ان شاء الله يمه، بس خلي اطمن عليه. فيصل، فيصل أمي يا حبيبي، إيش فيك يا حياتي؟ ما فيني شيء. شو ما فيك شيء هاي أمه، وطالع شلون شايل الدنيا كلها على راسك؟ لا يكون أنت تحب لك واحدة متمشكل معاها بسالفة. أنا بعرف يعني ما يصير أخذ راحتي بالبيت، لازم على طول أضحك، يمكن عندي مشاكل بالدوام. والله يا فصيل قلبي ناقزني إن وراك مصيبة، ومصيبة مهي هينة. يمه لا تضغطين علي، خليني على راحتي. اي على راحتك يا يمه، قول تحكى ايش فيك؟ ترى اللي بالجدر طلع الملاس. اه يمه انت قاعده بالمطبخ حتى امثالك على الاكل. هين خيرتك بالتحكى وبعرف كل شيء. يا بنيه انت ريحه حار. ماريا ماريا ماريا. نعم. راسي عورني، بلاعبي تعورني. بابا فواز، بابا فواز، بابا فواز. اه عصام واجد مريضة. ايش في عصام؟ حرارة. ماما وين؟ ماما ما في برا. ماما متى كانت فيه اصلا؟ ماما يلا لا هي ويا امها وعروسها وزواراتها. انا وين وامها وين؟ انا غلطت اصلا تزوجت. ما صارت هالماما وعزايق. هذا حرارته مرتفعة. عصام يما شو تحس انت؟ كلامي تعورني، احس اني بردان. بابا شوفي له جاكيت شيء لابسيه، خلينا نلبس جداشتي ونطلع. اوكي بابا انا دوري دقيت. هذا ايش فيها ما ترد بعد؟ كسرت تليفونها وما قاعد ترد. ولدها مريض ولا تدري عنه. سهين. اين يا مال ماشي؟ هالمرة ما راح اعديها. ماشي انا راح اعدك. عاد تدرين عرسهم حيل عادي، مو ذاك الزود، احلى ما فيه البوفيه والسيفود اللي جايبينه. من حاج انت ايش فيك متعومسه؟ انت كل هذا عشان فواز داق وماخذين تليفونك بالعرس؟ شو اسوي يمه؟ فواز داق عليه 10 مرات والحين لما دقيت عليه ما يرد علي. اخاف فيهم شيء. ما فيهم شيء، فواز يدقدق حبيبتي بس عشان يطلع الوناسه من عينك. ما ادري يمه بس اخاف عصام في شيء. شنو فيه؟ يلا دقي دقي، انا بشوف هالفواز اللي داق عليك هالكثر ايش يبي. وي هذه مطوله، انا بالسياره، ريولي قامت تعورني. الو هلا مريم، وين عصام؟ شنو؟ هيز ان هوسبيتال؟ اوكي اوكي يلا ام كامل ام كامل باي. شنو صار معه؟ في شيء؟ ولدي في شيء؟ فواز عصام ايش فيه؟ الحين يعني تسالين عصام ايش فيه؟ انت وين كان ادق عليك ما تردين؟ كنت بالعرس. ولدي بالعرس ما يرد على التليفون. مو تليفوني مو معاي، خليته عند الباب وممنوع ادخله، شو اسوي؟ قومي ردي مكانك وشيكي على تليفونك، ادق اطمن على ولدي، اطمن على البيت.
مو وقت الحين. الا وقته ونص. انا لو مو الحين قدام الناس في المستشفى كان ساكت كف الحين هني. حسين على وجهه. وبعدين شال لبس في مره محترمه. تجي مستشفى تطمن على ولدها بهاللبس وامك وينها؟ امي وصلتني ومشت. هذه امك. امك حق العزايم حاضره، حق الوناسه موجوده، حق العروس موجوده، بس ما فيها خير تنزل تطمن على حبيبها تشوف ايش فيه. فواز انا ما اسمح لك تتكلم معي بهالاسلوب، احنا بمكان عام بمستشفى والولد تعبان. شلون تبيني اتكلم معك؟ انا لو مو هالخدامه جزاها الله الف خير، جت قالت لي بابا الولد حرارته مرتفعه، شال الولد ضاع من كيسي بسبب حضرتك. انت هي انا ما وصلت ايش تعطيني الولد الدواء؟ ليش ما اعطيتيه؟ ليش ما اعطيتيه؟ جاوبيني من باكر ردت المكتب. ما في احد يقدر يوديها المكتب، راح تقعد بالبيت غصبا عليك. ها اخت ناديه، شنو ناويين تمشون خلاص يعني؟ شنو نسوي يا سعدون؟ احنا مضطرين، يدت اليهال بروحها ولازم نوقف معاها وهي بالظروف. بس واللي عافيك دير بالك على شقتنا، ترى للحين مليانه اغراض. يعني انتوا ناويين ترجعون؟ لو ما ترجعون مره ثانيه؟ للحين انا ما قررت. خلينا نروح وتهدى الامور وتعدي هالمحنه، ان شاء الله عقبها يصير خير. نعرف اذا احنا بنرد هني ولا نقعد هناك على طول. بس واللي عافيك ساعدنا بالجنه. حاضر على امرك، خليها انا احطها بالسياره. حاضر على امرك. أدري إحنا طولنا بالأوراق، بس عاد أنت سبقيني على مكتبها على ما أطبع البرقة ويوج. خير، أشتغل عندك أنا تسوي لي كذي؟ بربري ماي. وين نادي؟ ماخذ اجازه اليوم طارئه، باكر ان شاء الله تداوم. انا شفت وجهك وانا عارف ايش بيصير باليوم. مالت هذا شلون يصورون بهالسناب؟ ما اعرف شلون يصور. صباح الله بالخير يما. هلا يما. هلا يما، تعال تعال الله يابك، تعال اقعد ابيك بسالفه. يما مستعجل عندي تصوير اعلان. خلي الاعلان عنك، تعال ابيك بسالفه. انا اقول لك الحين تقول لي اعلان؟ يلا هذه قاعدة قولي سالفتك. أمس شفت لك واحدة بالعرس تبارك الرحمن تهبل كأنها هذه الممثلة التركية. الله يما ترى كلهم حلوين. أي واحدة قصدك آخر مسلسل هذه العيون هزرق شعرها لهني ولا منهم؟ اسمعني عاد. سألت عليها قالوا لي إنها خوش بنية ووحيدة أمها وأبوها، توها متخرجة من الجامعة. زين بعدين؟ أنت إيش فيك تسوي روحك مو فاهم؟ أنت تبيني أخطبها مو كذي؟ إيه يعني أنا صار لي ساعة قاعدة أتكلم، شنو أبيك تسوي؟ إيه أبيك تخطبها؟ يما مستحيل أتزوج بهالطريقة، إيش فيك؟ لا والله، مو أحسن من اللي جبتها لنا هذه؟ لا شكل ولا أصل ولا فصل؟ اللي قاعدة تتكلمين عنها كذي بعدها معشة براسي، واحتمال كبير أرد لها. لا والله، وبكيف منو إن شاء الله بترد لها؟ ومنو بيسمح لك إنك ترد لها؟ بس سامو، أنا طاوعتك المرة اللي طافت، هالمرة تنسى، أنا ما صدقت أفتك من هالضيم. يما أي ضيم؟ أنت إيش قاعد تقولين؟ اللي قاعد اقوله كلام الناس اللي كل يوم يسالوني عن موضوع الخطبه. زين وانا شكو بالناس؟ انا اللي بتزوج ولا هما؟ خلاص عاد لا تقعد تضيق خلقي من صباح الله خير، انت شوف البنيه بعدين قرر. انا ما بلا ريم العادل. الكوبه انا اقول له عيون ملونه والبنيه تهبل يقول لي ريم العادل؟ مالت عليك.
ريم. ريم ما اشتقتي لي؟ ترى للحين اعتبر نفسي خطيبك وماني قادر انساك. يا ريتك اعتبرت نفسك خطيبي يوم كلمت رفيجتي. هذا انت يا نادية، رجعتي لنفس المكان، بس المكان هالمرة خلى من الريال اللي نحشك منه. شلون بقدر اعيش بهالغرفة ولي بكل ركن فيها ذكرى تألمني وتعذبني؟ بناتي مو قادرين يفهمون معاناتي، مو قادرين يستوعبون ايش كثر قعدتي هي صعبة. انا لازم اغير اثاث الغرفة كلها، قلبها فوق حدر. بس خالتي، خالتي شلون؟ خالتي بتزعل توه بعد جرحها ما برا، تشوفني قاعدة أخلى أغراضه ووزع بأغراض ولده. ما يصير، لازم أصبر شوي، لازم أصبر شوي بعدين أعرف شو أسوي بالضبط. منال منال، شلونك؟ تمام. حبيت اقول لك ان اليوم اخوي عنده مقابله مع ابوك. صدق؟ الله يوفقك ان شاء الله. تسلمين. اخوي يتشكر منك وايد ويقول ان شاء الله يكون عند حسن ظن الوالد. ان شاء الله. ان شاء الله. منال انت وايد طيبه، مشكوره. حبيبتي ايش دعوه، ترى ما سويت شيء، بعدين ترى الناس للناس. حبيبتي. يلا حبيبتي انا بلحق على محاضرتي الثانيه. اوكي. يلا مع السلامه. ان شاء الله. ما شاء الله، السي في، السي في اللي انت جايبه مشرف جدا الحقيقة. أنا وافقت إني أقابلك ليش إن بنتي منال وموصيتني عليك، هي صديقة أختك في الجامعة، بس هذا ما يعني إني أبى أوافق عليك مجاملة. لا، أنا ما عندي مجاملة في الشغل، وعسى الله يوفقك إن شاء الله. إن شاء الله عمي، يعني حضرتك رجل أعمال معروف وسمعتك سابقتك، وإن شاء الله أثبت لك إن أنا هقدها الوظيفة إن شاء الله. عموماً أنت بتقابل المدير المالي، أنا مكلمة علشان يشوفك ويعطيني تقرير عن كفاءتك إذا تصلح للعمل معانا ولا لا، وأتمنى إن شاء الله أنه يكون لك نصيب ويانا. إن شاء الله طال عمرك، وأنا مثل ما قلت لك أنا على قد وعدي راح أبيضها إن شاء الله مع المدير المالي، وأنا لي الشرف أني أكون من ضمن هالشركة. حياك الله. الله يسلمك عمي. والنسخة الثانية موجودة عند المدير المالي. إن شاء الله. حياك الله. عن إذنك عمي. ساعة المباركة. الحمد لله
الدكتور يقول تقدرون تاخذون البيت ويكمل المضاد هناك عندنا. الحمد لله حبيبي، ما علي الا العافيه ان شاء الله، بس الدور والباقي على اللي يحبون يهولون بالمواضيع. ما له داعي لغزاتك هذه، عندك شيء قولي وي، بعدين حمدي ربك انه عدى الموضوع على خير. يوم وعدى وخلصنا خلاص. جهزوا اغراضه، لبسي لبسي جوتي يا بابا، لبسي جوتي. مسكي. فيصل؟ فيصل تبي برتقال يما؟ لا يما، بعدين تلصق ريحته بيدي. شنو ريحته تلصق بيدك؟ ما اعطيتك سبورة انا برتقال؟ ما انت ما يصير بعد دقيقين على كل شيء، ما لي خلق اكل. ايش فيك يا يما؟ ترى حالك ما يصير. فيك شيء، انا ملاحظة هالايام فيك شيء يا يما. اذا فيك شيء يا حبيبي قول، فضفض قول حق امك. إذا أمك ما تشيل همك، من اللي بيشيل همك؟ ما في شيء يما، مشاكل شوية بالدوام. دعي لي بس الله يعديها على خير. الله يسهلها إن شاء الله يا يما، ويفرح قلبك وريح قلبك إن شاء الله يا يما. آمين يما. أعطيني عظيم برتقال. آه ريحتها ما تلصق بيدها؟ ليش صبورة؟ لا سبيدية. والله يما. هاك هاك هاك. ما اقدرش ابقى اجتماعيه مع الناس، حتى وقت دراستي ببقى دايما بتجنب كل الناس، ما اقدرش اتكلم معاهم اقرب منهم. انا جبتكم هني على اساس اكمل اللي قلته، ما بيعطيكم وايد نقاط على اساس لا تضيعون المشاكل اللي واجهتوها انتم. اساسا هذه ما تعتبر مشاكل، انتم اعطيتوها مشاكل هذه اكبر من حجمها. بس لما اقعد مع الناس احس اني ضعيفه وما اقدر ارد احد، ما اقدر اقول لا حق اي احد. احنا وايد نواجه بحياتنا ناس مو زينين، الناس تقول عني اني غبيه صادقة. أحاول أنسحب، ليش خليته ياخذني بطريقه؟ ليش ما أكون أنا إيجابي وأخذ بطريقي؟ وإذا ما قدرت أخذ بطريقي أبعد، مو لازم إني أنا أقعد مع ناس سلبيين. فعلاً أنا مو واثقة من نفسي، حتى لما أسولف مع الناس ما أقدر أسولف بشكل طبيعي، أقطع بالحكي. نادية، عفوا الله أجرك. أجرنا وأجرك. اليوم عبد العزيز داقة تسأل عنك. إيش تبي؟ يعني وحدة داقة تسأل عنك، إيش تبي يعني؟ يما هالموضوع لا تفضلينه معي، أوكي؟ يا يما قعدي مع الريال شوفي يمكن يصير من نصيبك. يما ما أفكر بهالموضوع إلا لما أتخرج. يا يما البنية لازم تتزوج. ما أبي قصر أوف. ها سمعت كلمة الزواج؟ من اللي بيتزوج؟ ما تحاشيها. ليبة بنيتي إذا اقتنعت بتوافق، عنا ما نقدر نجبرها على شيء. سمعتي؟ المنال يبه أخو رفيجتك هذا اللي دزيتي لنا إياه يانا اليوم وقعدنا وياه بس طردنا. ليش يبه؟ يبه يرضيك أنت تفشلني قدام البنية الحين؟ شو أقول لها؟ إن أنت طردت أخوها؟ يبه طردنا علشان يجي باكر ويدعوم إن شاء الله. صدق يبه؟ يبه عشتوا؟ ليش مستانسة وايد يعني؟ يما لأن البنية رفيجتي بالجامعة يعني، وخفت صراحة يعني أخوها ما يعجب أبوي. تطمني دام أبوك وظفها عنده بالشركة يعني حاب الولد. تدرين أبوك يحب الشركة أكثر منك. أوف لا هذه لا،
أحب الشركة أكثر من منال؟ هذا مو صحيح. أنا بنتي أول وبعدين الشركة. مش هتعرفين بس. وين رايحة؟ بنت رفيجة أمي مسوية استقبالها بالمستشفى ورايحت لها أنا وأمي. ولدك؟ ولدي شفي؟ الحمد لله صار أحسن. الخدامة معه يعني أموره طيبة، وأنا كلها ساعتين إن شاء الله وثلاث ساعات وراجعت له. أمال أنت ما تفكرين إن أنا ودي أقعد معك؟ وأقعد معاك ليش إن شاء الله؟ عشان تناشبني بأي شيء؟ وتسوي مشكلة من ولا شيء؟ لا يبا، أقعد معاك، تعشين معاي، نسولف، ندردش، نطالع فيلم، طالع مسلسل، أبي أحس إنك معاي. أتعشى معاك وبهلكل بعد؟ لا يبا خلني كذي الحمد لله، محافظة على رشاقتي ونظام الغذائي وأناقتي، هذا أهم شيء عندي. ألو، هاي ما إيه كان الحين طالعة، مسافة الطريق وأكون عندك. يلا، يلا، باي. هلا تعالي يمه تعالي يا بنت هدوم حق الحمال تعالي امي تعالي 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 يا بنت شوي سلم عمرك شوي حبيبتي انا قايلتك انت ايش فيك كلها مستعيله بالمشي ايش فيك الله يهداك نسيت والله نسيت خالتي وهي مشكوره ما قصرتي عتوني كنت اقول حق سلمان ودني السوق تدرين مو عشان شيء عشان ادفع واي يكرهك عاد معليش منهم يا يمه أي شيء تبين قوليني وأنا أي بلش البرس بالخدمة يا بعد قلبي يا بعد قلبي إيه يا يما لبسي هذا هدوم الحمال باكر تورمين إيدك وريولك وخشمك كل ما فيك ورم حتى خشمي؟ أي يما واي 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 إيش عبالك عيل هذا حمال يا أمي أنا يوم كنت حامل بريلة سلمان إيه أخرع بس عاد تبين الصج خالتي مبين وايد عود لا أنت قيسي بالأول تقولش كل شيء فيك بيورم حتى خشمك بيورم خالتي زين كذي تو بعدين معاك بعدين معاك قومي يمه قومي حبيبتي قومي قيسي يا حياتي قومي امي انت قومي ان شاء الله ان شاء الله البوس العافيه شوي يا بعد شوي هاله شوي تمشين مو زين ان شاء الله خالتي ها شوي وانت انا مو قايلتك شوي على البنيه لا تنرفزها مو زين على الحمال يما أنا ضايقتها وقلت لها كل ما كلمتها ولا قلت لها شيء زفيتيني وهاوشتيني حتى صرت أخاف أكلمها ما تقول شيء أنت ما تتكلم من الصبح ماسك تلفونك وقاعد تحكي مرتي ولا مرتك المرة قدامها كم شهر على ما تولد أنتم اليوم قاعد تحكون لا يا حبيبي الأشبر تركض بسرعة وتولد وتجيب الظنة يا ربي وتجيب الحفيد يما يا زين الحفيد يا حلال حفيدي يا حلال يما أنا هذه الدورة بسميها اليوم دورة خاصة والدورة الختامية أنا جبتكم على أساس أبي أسمع منكم وبشوف التغيير إذا كان التغيير إيجابي أنا بستمر وبسوي دورات أكثر ريم عادل العادل أكثر إنسانة متفائلة بهالحياة وايد أحب نفسي صرت غير لأني أنا كنت أبي أتغير صرت إنسانة ثانية لأني وايد حبيت ذاتي اكتشفتها طورتها ربيتها استفدت اللي أنا بقيت أقدر أنا أبتسم للحياة وللناس أهم شيء عندي اليوم حب النفس مو الغرور مو الأنا يلا يلا بسرعة إنزين يا يمر ويلاتي شوي شفيك ما خلحق عليهم قاعد الريال بروحة شنو هو مطعم بتلحق عليه الله يهداك الله يقومه بالسلام إن شاء الله محمد ولدت في السابع المسكين علي الله يحفظها الله يحفظها أنا دحين لها Thank you.
ريم، في اجتماع بقسم الاكاونتنج بعد ساعة ولازم تكوني موجودة. اوكي، بس اخلص العميل اللي عندي وارجع لك. اوكي اوكي. انا جدا اسفة تاخرت عليك. مو مشكلة. شلون اقدر اساعدك؟ بغيت استفسر عن انواع القروض عندكم. اي ان شاء الله، الحين اسالك برنت. لا، ماذا أتحمل القرف اللي أنا فيه؟ ألو، أنا فؤاد. هلا نوف. اسمعني، أنا دوامي مو قادرة أتحمله، ومديري ماني قادرة أتحمله. خلاص أنت لازم تشوف لي السفرة، أبي وظيفة ثانية. منال يمي ما أقدر أتكلم، بعدين أكلمك. اي وشنو يعني؟ اي نوف، اي عاد كاهي يمي، تصدقين؟ سلم عليك وايد نوف. عطني عطني بكلمها. كلميها؟ الو؟ هلا نوف، شلونك؟ اخبارك؟ هلا 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 حبيبتي، بخير الله يسلمك. انت وينك قاطعه؟ هنشوفك عاد ها؟ اي بس قولي لي قبلها بيوم عشان انسق وقتي. ان شاء الله ان شاء الله. اوكي حبيبتي، يلا عيل ديري بالك، مع السلامة. ايش فيها؟ ماكو، كالعادة مديرها مسهقها ويبنحشها من الدوام. زين انت ليش ما تروح تكلم مديرها وتتفاهم معها؟ يعني ترى هي اختك ما لها غيرك. انا ودي اكلمه بس انا اخاف اكلمه الموضوع يسوء اكثر، فما ادري ايش اسوي. المهم قومي حبيبتي، يلا قومي قومي. شوفي هذا اخر كورس لك، ابي تشدين حيلك عشان تفرحك بعد، ها؟ اوكي. يلا حبيبتي انتي اول ما توصلين الجامعه دقي علي. ان شاء الله. اوكي؟ اوكي. دير بالك. حبيبتي انتي، حافظك الله. هلا نوف. قولي لي شنو صاير بالضبط؟ ماما هذا خلاص، هذا كله جاهز. ها خلصت طلبات اليوم؟ ايوه ماما. ترى وايد ورانا طلبات. ان شاء الله ماما. يلا يما. بعد اذا خلصت التنظيف تسوي معكرونه بالبشاميل. ان شاء الله. منى قبل تروح المدرسه وصتني اليوم مشتهيتها. ان شاء الله. يلا يما، الله يعطيك العافيه. ان شاء الله. إيه خنت حيلي، عساه مداخيل العافية إن شاء الله. عاد هذه بنت الغالي، بنت المرحوم محمود، ربي يرحمه ويغمد روحه الجنة. لو بنات اللي أشم ريحت فيهم، كان الله يعلم حالتي حاله. بس الحمد لله على كل حال، الحمد لله رب العالمين. يما يما ما بقيت توصل يا بعد قلبي، نشف قلبي وانا انطرك يا بعد روحي، واخيرا شربت نضى قلبي وانا انطرك يا بعد روحي، عيوني جفت ابيها تتكحل فيك وتتكحل بشوفتك يا زينك ويا حلاتك. الا ما قلتي لي خالتي يشابه منو؟ انا ولا سلمان؟ لا يسلم عمرك، شو قاعدين تخبصين الياهل بهالكلمه؟ شابه يدته؟ خالق الناطقي، شوفي شوفي يضحك اقول له شابه يدته. السلام عليكم. وعليكم السلام، هلا والله. شلونك؟ الحمد لله زينة، الله يسلمك. الحمد لله. الله يبارك فيك. امي. هلا يما، شلونك؟ الناس يرمون علامهم بالاول بعدين يعني. لا يما مدوده توني يعني شايف ولدي. يا عادي يما، انت طول عمرك مدوده حبيبي انت. يشابهني انا ولا امه؟ لا 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 تقول كذي، لا
لا تثولون علي الولد من أولها، يسلم عمرك لا، كذي صدمة عصبية تصير فيه. شنو هذا؟ شو هالحكي؟ لا وشابه يدته الجميلة الحلوة المذلة يدته يدته. السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام. لازم أخذ الطفل عشان موعد الرضاعة. إيه تفضلي. وين مودينا؟ لا تحاتين خالتي، الحين موعد رضعتها. لو سمحتي لا تأخرون في سلمك. أقول هلا حبيبتي، ترى أنا حجزت لك أكبر قاعة هني بالمستشفى علشان تسوين استقبالك. وي بعد عمري خالتي، أكيد كلفك وايد عدل؟ يا بعد روحي، يكلفني الغالي يرخص لك يا هلا يا أم حفيدي، أنتي أم حفيدي الأولي اللي لو يون درزن عقبه ما يوصل حق غلاطه. درزن يمه؟ إي إن شاء الله درزن. إن شاء الله. إي أحب شنو تسمونه؟ يما أنا ما بلغت أبوي إن مرتي ولدت. إيه ما بلقه كله دع عليه وكله ولا ترى يا له حفيد بس شوية خلي يركض عن الطفاقة. إيه حبيبي دق على أبوك وبلغه. إيه أمي. إيه دق عليه الحين ولا متى يما؟ واي سلمان إيش فيك تلوع الكبد؟ لازم تبيني أزفك 24 ساعة يروح تصرف روح دق على أبوك. إيه أنا دق الحين سألت يما. عمي المكتب الهندسي اللي قاعد نتعامل معاه ما قاعد يلتزم ببنود العقد ولا بالشروط الجزائية، وبكذي في خسائر كبيرة للشركة. بعدين عمي انت وايد بتساهل مع صاحبك راعي الشركة هذا، هذه خسائر ملايين قاعد تروح. ما عليه ما عليه يا ولدي، بنشوف الأمور هذه وبنشوف. ألو هلا هلا. لا والله بالمبارك إن شاء الله بالمبارك. وشلونها هي؟ بالسلامة إن شاء الله بالسلامة. والولد شلونه؟ إيه الحمد لله الحمد لله على سلامتهم. بالمبارك يا ولدي بالمبارك إن شاء الله. إيه أكيد أكيد بي. إيه بس أخلص كم شغلة عندي بالشركة وي. اي اكيد اكيد بالمبارك يبا مع السلامة. هذا سلمان يا له ولد. مبروك ما ياكم ويتربى بعزكم ان شاء الله. الله يبارك فيك الله يبارك فيك بالفال لك ان شاء الله. صبقين الحين. ألو هلا حبيبي. صج سلمان يا له ولد؟ لا لا أنا عندي محاضرة. خلاص عيل خلي أشوف أنا شنو وضعي مع المحاضرة وأكلمك لأن صج بخاطري أشوف العيال. يلا حبيبي مع السلامة. تتشرف بدعوتكم أم سلمان السندي تبح لحضور حفل استقبال حفيدها الأول الساعة 9 صباحا غدا. انت يا ابن الحلال قاعد عدل شفيك كذي متعلق ريولك مطايلة الأرض شفيك؟ لا ما قاعد أوكلها. ها ايش قلتي هاله ايش قلتي؟ باكر الصبح ما يخالف الساعه 9؟ ولي سلمك يمه خليها العصر بيرتاح شوي تعبانه. يا يمه بعد ترى ما يصير يا حبيبتي ترى ناس ما يقدرون يجون الصبح كلهم تبينهم يجونك الصبح كلها تنتشلي هنا عندك داخل الدار ما يصير يا حبيبتي ترى ناس يقدرون يجون الصبح وناس يقدرون يجون العصر وبعدين الياهل انت انت شايله همه الياهل عند الممرضات انت قاعده جاب لي ضيوفك بس وانت يا حظي متى بتسميه؟ ما نقول له بس الياهل والياهل باكر بينادونك ترى ابو الياهل. يما بصراحة أنا بسميه على اسم أبوي إبراهيم. إبراهيم؟ ليش حبيبي بتسميه إبراهيم؟ والله سوالك إبراهيم شالك ولا درع عنك طول عمرك ولا هو اللي شال وحاط هو اللي تعب وياك قدكم ما يدري عنكم وركض راح تزوج هناك يغني يا ليلي مع مرته الجديدة. والله ما تفهمني شوف عاد. أنا قلت تسميه عبد الله على اسم أبوي، على الأقل هذا الاسم
سمريال إنسان طيب، قلبه طيب، مو أبوك، قلبه حجر جلمود. السلام عليكم. هلا. عليكم السلام. هلا هلا والله. هلا هلا. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. حياك الله يبا. زينة. هلا هلا هلا. هلا يبا هلا. حياك يبا حياك. الله يحييك. أبنيتي هذا شلونك؟ الحمد لله زينة. ها عسى ما تعبت يبا. لا الحمد لله. الحمد لله لا وجهة نظر. الله يسلمك. ما شاء الله تبارك الرحمن. المبارك. المبارك يا سلمان. يبارك بعمرك مبروك ما ياكم مبروك. الله يبارك فيك. حياك حياك. شفت شحلاته شابه يدته. إي ما شاء الله. حالة المناطق إي. أنا قلت الزينة. يبا تصدق إني مو مصدق إنه يعني هالصبي؟ ليش ما تصدق يا ولدي؟ ترى من انت اول واحد كل اللي قبلك يقولوا احنا مصدقين بس ما عليه يا ولدي بالتعود ان شاء الله بالتعود. اللي سميته انا قلت له سمى ابراهيم على اسم ابوك ما يصير وهو ملزم وهو يمرته الا بيسمون عبد الله. قلت له ما يصير انت بالدوام ينادونك بابراهيم وبعدين هذا الحفيد الاول لازم يصير اسمه على اسم يده ابراهيم. لا فيك الخير والبركه ان شاء الله. طيب يا ولدي ايه بصج امي اصرت الا نسميه على اسمك ابراهيم. ايه عاد قلت له يعني احنا صج ان ابراهيم الاصلي ما يدري عنكم وقاطكم ولاهي بعمره بس يتزقرت ولاهي بنفسه ومطلق امكم بس لازم تسمي ابراهيم. قلت له انا ما تقصرين ما تقصرين يا ام سلمان ما تقصرين فيش البركه. المهم بالمبارك ان شاء الله عسى الله يبارك لكم فيه. يبارك بعمرك يا حبيبي. الله يبارك بعمرك.